أنا والدة الطفل محمود حسن هلال، حارس التجمع أحد المستشفيات. رحت بابني كان سخن، الدكتور كشف عليه قال لي عنده اللوز، هنعلق له محاليل وهدي له حقنة مضاد حيوي. فدخلنا قال الممرض اعمل التست لمحمود، فالممرض بيقول للدكتور ده في احمرار في ايديه، قال له اديله الحقنة وخلاص. اتصلت بيا تاني وكانت بتكلمني فبتقول لي محمود تعبان بعد ما خد الحقنة، فقلت لها خد الحقنة كاملة؟ قالت لي اه خد الحقنة كاملة في الكانولا في ايده. قلت لها كده ابنك من ايدي ربنا، لا اما ابنك يتوفى، لان الحقنة المفروض هي الام تجهل الموضوع، ان لو في حصل تحسس او كان في درجه حراره مرتفعه المفروض بيبقى في سيطره على درجه الحراره الاول، ما ينفعش يخش بمضاد حيوي مباشر والمريض درجه حرارته مرتفعه او في نسبه تحسس. بعد كده محمود بعديها 5 دقايق او على طول بدأ يتبدل، يطلع حاجات بيضة من بقه، مسك بطنه، عيني بتقلب، بقول يا ماما، بقوله ابني في ايه؟ قال لي انا عالجت لك ابنك ده مريض نفسي. بقوله ابني مريض نفسي ازاي؟ ده انا ابني داخل على رجليه. بدأ يتطاول عليا ويزعق لي وجاب لي الامن. الامن جه وخل الطفل ومسكني وقال لي ما تفعلش على ابنك، هما بيقولوا القلب شغال وان شاء الله يبقى الطفل كويس. دخل الاسعاف، طلبت ان انا اركب الاسعاف مع ابني، رفضوا. معروف ان المستشفى اللي هو رايحها دي ان دي مستشفى اطفال، فقال له نوديه اي مستشفى من الزون اللي جنبنا، في مستشفيات كبيره يعني نقدر تراعي الحاله. احنا في نقطه واحنا داخلين المستشفى لا في تذكره ولا تعرضنا على الطوارئ ولا حد نظر الطفل تماما، احنا طلعنا على الرعايه مباشره يعني. انا شفت جملتين في التقرير الطبي، فمكتوب فشل في عضله القلب وانهيار في الدوره الدمويه. فانا بصيت على الجملتين قلت له الطفل متوفي انت بتستلمه ازاي؟ قال لي لا لا لا، هو النبض شغال بس ده اجراء روتيني احنا بنعمله مع اي حاله داخله المستشفى. قلت له يعني اي طفل او اي حاله، واحنا هنا في قسم اطفال، اي طفل بيخش لك انت اجراء روتيني بتكتب فشل في عضله القلب وانهيار في الدوره الدمويه؟ قال لي اه. قلت له انا مش همضي ومش هبصم. فخال الطفل للأسف قال لي أنا مضيت علشان يشتغلوا مع الحالة، وابتدى يهديني ويقول لي إن شاء الله خير، الأمل في ربنا كبير، 1% إن ربنا يبقى كاتب له الحياة. صديقي اللي كان موجود لما لقى المدة زادت دخل الرعاية قال لهم يعني مش هثبت برمة، احنا عايزين نعرف الطفل في ايه، لو خف هنفرح، لو محتاج يتنقل ننقله، لو توفى خلاص اكرام الميت دفنه يعني. قالوا الحقيقه ان الطفل متوفي من فتره قصيره كده، واحنا خايفين ان احنا نعلن الوفاه علشان خاطر حاله الاب والام ان هم يعملوا دوشه في المستشفى او في حالات مرضيه وموجوده وكده. دخلوه غرفه بيقول لي في اطفال موجوده في قلب الرعايه كلهم على اجهزه موجودين تمام اللي هم شغالين معاهم، وابنك على سرير غريب كده الشكل في ركن على جنب وملفوف في بطانيه ولا عليه اي حاجه. فالمهم الصحه بعد التفتيش جوه المستشفى وجدوا في مخالفات، وخوفا على صحه الحالات الموجوده ابتدت ان هم الخبر اللي نزل على صفحه رئاسه الوزراء ان ابتدوا يوجدوا بدائل في مستشفيات تبع وزاره الصحه يعني، ونقلوا الحالات.